ولذا يقول بعض السلف: الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. والله يا أخي ما تدري، بعضنا يسجد ويبكي من كيف أتى الله أعلم، متوقع المرض وأجمع الأطباء عليه، وبعد شهر من الرقية والطواف وزمزم راح يحلل، قال الدكتور: أين المريض؟ أنا يا دكتور. قال: أبدا، التحاليل تقول نيجاتيف، سالب، ما عندك ولا شيء. ثم أليس هذا يدهش عقلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ لكن هل حققت التقوى حتى ترى ما يدهش عقلك من عطاء العظيم؟ عندما ينقص معين التقوى ينقص العطاء من غير ما تحتسب. ودائما العطاء اللي يجيك وأنت تنتظره يأتي بتعب وبنصب، لكن الله يعطيك كأن الله يقول: إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. اللي منشغلين بالرزق 10 سنوات يجمعونه يعطيك إياه في ليلة لا تدري عنه، شاري أرض وناس صكها وضايع صكها، أحدهم يقول: يا شيخ ضاع سكر وتحسرت وضاع 10 سنين وتثاقلت أن أخرج بدل فاقد، قلت: يا بالحلال اعتبر أنها بعدين لعلهم يجددون صكوك وندور صك. يقول: إذا الله جل وعلا شاء لي بعد 10 سنوات أن تباع بعشرة أضعاف السعر الذي اشتريته به، فلما جت لها لذة ولا لا؟ لها لذة. لماذا أتتك في هذا الوقت؟ حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله.